قصة بياض الثلج والأقزام السبعة. في قديم الزمان كانت هناك أميرة حسناء اسمها الثلجة البيضاء، تعيش مع أبيها وزوجته، وكانت هذه الزوجة تحسدها على جمالها وتسعى إلى التخلص منها. أرسلت ذات يوم في طلب صياد ودعته إلى اقتياد الأميرة إلى إحدى الغابات وقتلها، لكن الصياد أشفق عليها وسمح لها بالهروب والاختفاء في مسالك الغابة. هامت الثلجة البيضاء على وجهها ساعات طويلة حتى وصلت إلى كوخ جميل. دخلته فرأت سبعة أسرة صغيرة فاستلقت عليها بعد أن أنهكها التعب واستغرقت في نوم عميق. لما حل الليل عاد أصحاب المنزل وكانوا سبعة أقزام، فأحاطوا بها حتى إذا استيقظت رحبوا بها واحتفلوا بمقدمها. قصت الأميرة على الأقزام قصتها، فرقوا لحالها ودعوها إلى البقاء معهم. عاشت الأميرة في أسعد حال مع الأقزام السبعة، تقوم على شؤونهم وتعد لهم أشهر الأطعام، لكن هذه السعادة لم تدم طويلاً، إذ رأت الملكة في مرآتها السحرية أن الثلجة البيضاء ما زالت على قيد الحياة. فكرت الملكة من جديد في التخلص منها، فرجعت إلى كتب السحر وأعدت تفاحة مسمومة، ثم مضت إلى بيت الأقزام. طرقت الباب فأطلت الثلجة البيضاء. تقدمت العجوز وأهدتها التفاحة. تقبلتها الأميرة ممتنة وقضمتها، فإذا بها تسقط على الأرض. عاد الأقزام إلى البيت فوجدوا الثلجة البيضاء مغشيا عليها. امتنع الأقزام عن دفنها واكتفوا بوضعها في صندوق من البلور، وبقوا حولها يبكون ويصلون. تعاقبت الأيام والأسابيع ولم تنهض الأميرة من سباتها العميق. ذات يوم مشرق جميل جاء أمير في مقتبل العمر، فانبهر بجمال الثلجة البيضاء فدنا منها وقبلها. ما إن لامست شفتاه وجهها حتى زال السحر عنها وفتحت عينيها ونهضت من نومها. مسك الأمير بيد الأميرة واتجه صوب القصر ليحتفل بزواجهما، أما الملكة الساحرة فقد اختفت عن الأنظار ولم يأتي عن ذكرها أحد منذ ذلك الوقت. إلى اللقاء يا أصدقاء.